جنة في قلب القاهرة، وواحدة من أجمل وأكبر حدائق العالم. إنها حديقة الأزهر، أحد أهم المقاصد الترفيهية التي أضفت على العاصمة المصرية روعة وجمالا. تطل حديقة الأزهر على أغنى مناطق العالم الإسلامي بآثاره المليئة بالفنون والعمارة الإسلامية. جاءت فكرة إنشائها لتحل محل مستودع خصص لمخلفات سكان القاهرة على مدار أكثر من 5 قرون من الزمان. المخطط العام لحديقة الأزهر صممه المهندس ماهر أستينو وزوجته المهندسة ليلى المصري. وجاءت الفكرة فكرة التصميم المستوحاة من طراز الحدائق الإسلامية التي تعتمد على الطبيعة كما في الحضارة الأندلسية، بينما تمثل النمط الفاطمية في أماكن الجلوس المظللة والطرق المغطاة التي تسمى بالبواكي، كما يظهر جليا النمط الفارسي في سلسلة النوافير المنتشرة في الحديقة، بالإضافة إلى الأعمال الحجرية متعددة الألوان التي تعكس الذوق المملوكي والحدائق الغارقة والممرات المائية المتقاطعة، لتلتقي توليفة الطرز المعمارية الإسلامية بشكل جريء في موقع وزمن معاصر. الحديقة مقسمة بشكل أساسي إلى 5 أقسام وفقا لميل منحدر، حيث يوجد تلان أحدهما إلى الشمال والآخر في الجنوب، تضاريس متدرجة في الشرق ومنطقة مسطحة في الشمال وشديدة الانحدار في الغرب. تضم الحديقة توليفة من النباتات المتنوعة والنادرة، فهناك النباتات الصحراوية الجافة بجوار النباتات الخضراء على المنحدرات الغربية، بينما في وسط الحديقة نجد أشجار الظل، كما زرعت أشجار محلية وغربية إضافة للأشجار اليابانية، وكذلك الأعشاب الطبية ذات الألوان المبهرة. كما تتمتع الحديقة بشبكة من الطرق المتعرجة والتي تصل إلى جميع المستويات المتدرجة في الحديقة، كما تتمتع بشبكة طرق للمشاة مرسومة بشكل دورانات مريحة تصل إلى جميع أنحاء الموقع. وهناك أيضا منطقة ألعاب خاصة بالأطفال ومطعمان، أحدهم مصمم على الطراز الفاطمي وآخر على ضفاف البحيرة الصناعية التي تبلغ مساحتها 600 متر، ليستمتع الزائر بالطعام على نغمات سيمفونية الشلالات الهادئة.